اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من مدينه الغردقه ومن اهم واكبر الشواطئ التي تعتبر من الشواطئ العامه في مدينه الغردقه، شاطئ النادي الاجتماعي في مدينه الغردقه واللي بيستقبل اعداد كبيره جدا من المصيفين خلال فصل الصيف وخاصه مع ارتفاع درجه الحراره. حضراتكم يمكن زي ما انتم شايفين قدامكم الشاطئ فيه اعداد كبيره جدا من المواطنين من مدينه الغردقه ومن خارج مدينه الغردقه. تقريبا ممكن يكون الشاطئ ده بيوصلوا اعداد كبيره من محافظات الصعيد، المحافظات القريبه لمدينه الغردقه، وبتبدا من الساعه 9 الصبح لحد اخر ضوء اللي هو يعني تقريبا الساعه 6 او 7 بتفضل موجوده المواطنين في الميه وخاصه مع ارتفاع درجه الحراره. الشاطئ ده شاطئ النادي الاجتماعي قديما، دلوقتي بقى اسمه منتجع العائلات وتابع لديوان عام محافظه البحر الاحمر، وده شاطئ من ضمن ثلاث شواطئ تتبع لاداره منتجع العائلات في تابع لمحافظه البحر الاحمر، وده منهم الشاطئ الاول والشاطئ الاكبر بالنسبه لاستيعاب عدد المواطنين اللي بيوصلوا ل البحر يعني من خلال الشاطئ ده يوميا اعداد كبيره زي ما انتم شايفين في الصوره. يمكن كمان هو مجهز او افضل من الشواطئ الاخرى زي ما انتم شايفين، في شمسيات، في طبعا منقذين في كل مكان، في عربيه اسعاف متمركزه، في طبعا في تنسيقات بتتم مع الادارات المختلفه لوجود مثلا عربيه تابعه لوزاره الصحه للكشف على المواطنين في 100 يوم صحه. الحقيقه طبعا في اهتمام كبير جدا من ديوان عام محافظه البحر الاحمر او مسؤولي النادي بتوظيف او يعني تسهيل على المواطنين بتخصيص عدد كبير جدا من المقاعد وعدد كبير جدا من الشمسيات. زي ما انتم شايفين امتداد لسان الشاطئ على الناحيتين ممتلئ بالمواطنين، وده بيبقى يوميا وخاصه مع بدايه فصل الصيف وارتفاع درجه الحراره. زي ما قلنا لحضراتكم منتجع العائلات بيضم ثلاث شواطئ، ده الشاطئ الاساسي او الشاطئ الاول بالنسبه لهم، ده تذكره دخوله بتبقى ب 50 جنيه، في شاطئ ثاني كمان ب 50 جنيه اللي هو مكان شاطئ السواق القديم، وفي شاطئ رقم 2 في منتجع العائلات اللي هو شاطئ مرت قديما ودخوله بيبقى ب 20 جنيه، وهو بيبقى هي اعداد اكبر طبعا بالنسبه لده وخاصه ان مساحته اكبر، والشاطئ ده من الشواطئ الكبيره جدا في مدينه الغردقه وبيستوعب يوميا المئات من المواطنين طوال اليوم. هنا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان، كنا معكم من اهم واكبر شواطئ مدينه الغردقه العامه، وكنت معكم انا عماد عرفه مدير مكتب جريده اليوم السابع في محافظه البحر الاحمر. شكرا لكم.